بنجدد التحية على حضراتكم، ويعني زاوية تانية ومكان تاني بنروح له في كل الزوايا. النهاردة بيمر شهر على دخول الاحتلال لمدينة رفح الفلسطينية وسيطرته بشكل تام على معبر رفح من الجانب الفلسطيني. طبعا شهر من المعاناة وشهر من الجوع وشهر من القصف، كل ده بيعيشه سكان رفح، وما زال الألم مستمر. بنشوف جرائم مستمرة، يمكن آخرها اللي تابعناه من مجزرة مروعة ارتكبها الاحتلال ضد المدنيين النازحين بمدرسة في مخيم النصيرات التابعة لوكالة الأونروا. يمكن دي مش أول مرة، ولكن دي كانت آخر ما حدث. منظمة الصحة العالمية النهاردة بتقول إن الأعمال القتالية في رفح تمنع تقديم الرعاية الصحية لعشرات الآلاف هناك. مدير المنظمة بيأكد أن انعدام الأمن وإغلاق معبر رفح يمنع إدخال الإمدادات للفلسطينيين، وطالب بفتح معبر رفح ووقف إطلاق النار في القطاع وحماية المدنيين. بي بي سي في تقرير ليها النهاردة عرضت مجموعة من الصور التقطتها الأقمار الصناعية تظهر اختفاء آلاف خيم اللاجئين في رفح، وبتتكلم عن نزوح حوالي نصف سكان قطاع غزة. يعني بنتكلم على حوالي نصف مليون فلسطيني نزحوا من جنوب قطاع غزة خلال شهر واحد فقط. وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها أكدت النهاردة أن 25 ألف مريض وجريح بحاجة للعلاج في الخارج بسبب العدوان على غزة. حوالي 5000 منهم بس اللي قدروا أن هم يسافروا للعلاج، وفاضل لسه 20 ألف. حصيلة العدوان الإسرائيلي كمان ارتفعت وتخطت 36500 شهيد وأكثر من 83000 مصاب. تخيلوا كل ده بالأرقام، وده من 7 أكتوبر اللي فات، والعداد لسه ما بيوقفش، العداد لسه مستمر في حصد ضحايا هذا العدوان. ولكن الأكيد أنه هيجي اليوم اللي هنفوق من هذا الكابوس، والشعب الفلسطيني يعيش في سلام وأمان واستقرار. من الألم بقى للأمل، فالنهاردة خرج مصدر رفيع المستوى تحدث عن لقاءات واتصالات مصرية مكثفة خلال الساعات الأخيرة لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة. اتكلم كمان المصدر أنه مصر تلقت إشارات إيجابية من حركة حماس تشير إلى تطلعها لوقف إطلاق النار، وأن قيادات حماس أبلغت مصر بأنها تدرس بجدية وإيجابية مقترح الهدنة، وأنه في دعوة مصرية لقيادات حماس لزيارة القاهرة ومناقشة كافة التفصيلات المتعلقة بالأوضاع الحالية. حماس كمان هتقدم ردها بشأن مقترح الهدنة خلال الأيام القادمة، وده بيجي في وقت، وده حسب برضه كلام المصدر رفيع المستوى، بيجي في وقت بنشهد فيه تحركات مصرية مكثفة خلال الـ 24 ساعة اللي فاتوا، وزيارات ووفود فتح والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطينيين لتحرير فلسطين من أجل استعادة مسار المصالحة الفلسطينية وتحقيق الاستقرار بقطاع غزة. يعني مصر ماشية في أكثر من مسار في وقت واحد: انسحاب إسرائيل من الجانب الفلسطيني للمعبر لإدخال المساعدات، السعي لهدنة في غزة ووقف الحرب على الشعب الفلسطيني، أيضا ترتيب البيت الفلسطيني من الداخل. وده أبلغ رد على الجميع بالنسبة لرؤية مصر لليوم التالي للحرب. إحنا مع إعادة الإعمار، إعمار ما تم تدميره في القطاع علشان أهالينا يلاقوا مكان آمن يعيشوا فيه، وكمان مع إنجاز ملف المصالحة الفلسطينية. وهنا لازم يعني ننحني ونرفع القبعة للمفاوض المصري اللي بيعتبروا الفلسطينيين بينظروا لهذا المفاوض المصري كشريك حقيقي، كل همه هو عدم تصفية القضية الفلسطينية.